وفي ذات السياق وصلت خشبة الصليب المقدس إلى مدينة الفحيص وسط حضور كنسي وشعبي واسع، حيث أقيم قداس السابق تقديسه في كنيسة القديس يعقوب أخو الرب للروم الأرثوذكس الذي ترأسه سيادة المتروبوليت فنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة، كما جرى أيضاً في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في منطقة شميساني استقبال حاشد لذخيرة خشبة الصليب المقدس بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجموع الطلبة وأفراد الكشافة، حيث قام سيادة المتروبوليت فينادكتوس بمرافقة عدد من الآباء الكهنة بإحضار خشبة الصليب المكرم لكي يتبرك منها المؤمنون هناك. خشبة الصليب المكرم كونها أصبحت شعار المسيحية كما يقول بولس الرسول، حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، لأننا بالصليب نرى القيامة ونرى الفرح ونرى الخلاص والأبدية. خشبة الصليب بعدما وجدتها الملكة هيلاني في القدس في القرن الرابع الميلادي وبنيت كنيسة القيامة، بعدها جاء الفرس وعام 612 وهزموا الروم وذبحوا المسيحيين في القدس بمساعدة اليهود، ويقول التاريخ أنه في حوالي 60,000 مسيحي إلى 90,000 قد قتلوا في هذاك النهار. منلاحظ أنه جاء الفاطميون ودمروا كنيسة القيامة، فجزئ الصليب المكرم خوفا عليه ونقل إلى كثير من أماكن العالم، وهذا ولكن عائلة باليولوغوس الرومية وعائلة الملوك اللي كانت في القسطنطينية حافظت عليه ورجعته إلى كنيسة القيامة كجزء منه، وفي جزء في جبل آتوس في دير كسينوفوندوس وجزء آخر في كنيسة القيامة، والآن هذا جزء صغير من خشبة الصليب المكرم اليوم أجال الأردن وهنا للمدرسة الوطنية الأرثوذكسية حتى يتبركوا منه الطلاب والأهالي والجمعية والكل.